بالفيديو اليوم راح اشرح لكم كل شيء بتحتاجوه عشان تربوا الارملة السوداء عندكم في البيت. اخطر عنكبوت ممكن تربيه وخطير على بري جنسه وما عنده كبير. الارملة السوداء اخذت اسم ارملة لانها بتقتل الذكر، والقتل بيتم بعد شغلتين اثنين. بعد التكاثر مباشرة بتحول الذكر من زوج مطيع لوجبة اكل خفيفة، او لو دخل على الشبكة وما اعطى اشارة انه جاي بنية طيبة فوقتها ما في مجال الا يصير ذكرى. الارملة السوداء الذكر هتروح على شبكة العنكبوت الانثى وراح تلمسها كذا لمسة بطريقة تشرح للانثى انها مش ذبابة او حشرة علقت في الشبكة. فإذا وصلت الرسالة وكانت واضحة وصريحة بينجح في كسب مودة الأنثى ورضاها، وبتعطيه فرصة إنه يقرب منها. هلأ الذكر حيكون مركز إنه نسله يستمر، إذا نجح في المهمة بتحول التركيز لهرب سريع. الذكر عارف إنه تصريحه خلص وإنه محتاج يعيش عشان يعيد الموضوع في المستقبل، لكن هذا آخر هم الأنثى وما بهمها شو نية العنكبوت الذكر، فحتحاول تمسكه وتاكله. فحجمه كافي انه يشبعها لفتره. قبل ما ابدا اتكلم عن الارمله السوداء، بتمنى انك تشترك بالقناه، تترك تعليق وتضغط لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك. شو قانونيه امتلاك الارمله السوداء؟ الجواب بالنسبه للمكان اللي انا فيه مسموح، فهي موجوده هون ومش بس نوع واحد، 22 نوع مختلف بعيش في منطقتي، وكانت في واحده عايشه في حديقه بيت الخلفيه، لكن للاسف ما بعرف وين راحت. بصراحه ما كنت مزعوج من وجودها، لانها مفيده طول ما هي موجوده في نفس المكان وما تحرك. هي تعتبر اكبر عدو للحشرات وبتنظف المكان منهم، فما بتحتاج ترش مواد كيماويه ولا بتحتاج تنشغل فيهم. فغيرك موكل بالمهمه، والارمله السوداء هي الافضل. اذا حبيت تشتريها فراجع قوانين منطقتك، وعادي انك تربيها وما في اي عواقب من انك تشتريها، لكن كم سعرها وكم هو ثمنها؟ قلت لك انه في منها انواع. مثلا لو حبيت تشتري الارملة السوداء الجنوبية فسعرها 25 دولار غير التوصيل، والطفلة من النوع الغربي بتاخده ب 20 دولار. ولو بدي انصحك بحكي لك اشتري الانثى، حجمها اكبر بكثير من الذكر، وهي فعليا تحتاج هيك حجم عشان تنتج البيض. والذكر لانه ما بهمه هيك موضوع فبوصل مرحلة البلوغ بسرعة، وعشان هيك حجم الذكر بيكون صغير. هلا بشكل عام اي نوع بتجيبه لازم تكون حذر في التعامل معه، وما تعتقد انه بيعرفك وحافظ اسمك لانه شافك كثير، فهو خطير وما بدك مجال للخطا. هذا طبعا بشكل عام، لكن بشكل خاص فسمعة الارمله السوداء السيئه والكلام انها قاتله فهذا مش حقيقي كثير. قرصتها مستحيل انها تقتلك الا اذا كنت مريض او كبير العمر او كنت صغير كثير. بشكل عام المفروض ما يصير لك شيء والموضوع ما يكون كبير كثير، لكن خذها قاعدة في حياتك. أي كائن عنده فم فهذا الكائن عنده القدرة إنه يعض. فإنك تتعامل مع الأرملة السوداء بدون حماية أو قفازات ممكن تنجو من العضة أول مرة بتحملها، ممكن يكمل شهر بدون ما يكون هناك أي مشكلة، لكن اتأكد إنه مصيرك تجرب عضتها. العنكبوت ما عنده ميل إنه يؤذيك، ما بده يعضك أصلا وما بيشوفك خطر من الأساس. لو حبيت تحمله على خشبة ويكون على طرفها فما رح يجي يركض عشان يعضك، وما رح يجي يهاجمك بشراسة إلا إذا حس إنه حطيته في الزاوية وإنك بتدفشه دفش عشان يدافع عن نفسه، فوقتها حيتأكد إنك أخذت عقابك وانعضيت. ولو حبيت تعرف كم واحد مات بسبب الأرملة السوداء فبحب أحكي لك إنهم قلة، وأقل من 8 بيموتوا في السنة في أمريكا بسبب سم الأرملة السوداء. لكن وين بيعيشوا وشو لازم توفر لهم؟ فعليا هذا العنكبوت من أسهل العناكب ممكن تربيها، وما بيحتاج منك إلا حوض صغير يعيش فيه، توفر له فيه أغصان كثير، وما تهتم كثير في موضوع التنظيف لأنه ما بيوسخ كثير. مرة كل 3 شهور كافية إنك تحافظ على المكان نظيف. أهم شيء في الموضوع إنه العنكبوت ما يقدر يشرب، ويكون الحوض مغلق ووفر له التهوية المطلوبة. هذا الحوض أنت بتركبه وسعره 21 دولار. الأرملة السوداء بتفضل تكون في مكان شوي مظلم ويكون شوي بارد بس مش متجمد، فعادي تحطهم في الصالون وعادي يكونوا على طاولة السفرة، لكن خليك جنتل معاهم وما تهز الحوض عشان تشوف رد فعلهم، وغير هيك ما تحطهم تحت أشعة الشمس مباشرة. هلا شو بخصوص الأكل؟ موضوع الأكل بسيط وسهل. العنكبوت بتاكل كل الحشرات بكل أشكالها وبتلتهمهم وما بهمها نوعهم، لكن كم الكمية؟ الكمية يا سيدي هي حشرة واحدة وحيدة في الأسبوع، ممكن تطول اسبوعين بس مش منيح. خليك ملتزم بجدول التغذيه عشان ما تسبب للعنكبوت صدمه وضغط نفسي ما له لازمه. ما تقلق كثير من ناحيه الالتزام في العنكبوت، ففي احسن حالاتها بتعيش 3 سنين، واسوأ حاله هي سنه واحده. معظم موضوع اليوم عن العنكبوت نفسه مش كثير عن تربيته، والسبب انه كائن بسيط وسهل انه يعيش معاه، لكن اذا ما عجبك الموضوع فما راح استغرب لانه الموضوع نفسه غريب وحساس. لكن اتاكد انك اشتركت في القناه وفعلت التنبيهات، واستنى فيديو جديد عن كائن يمكن يعجبك ويمكن تربيه.